انا مغفل انا مغفل 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 انا سرحت سرحت بخيالي من كتر الخلق اللي انا عايش فيها اللي انا ميت فيها انا اللي سبت روحي تتسحب وتروح لحد عندك تعيش في دنيتك وانت وهم وهم يا كرمى وهم انت وهم مفيش اي وجود غير في قلبي الخايب في مخي العبيط لا مش وهم وده بتسكتي بقى ما تقعيش دماغي اكتر من كده كفايه اللي انا فيه انا ايه قلت ايه؟ بقول لك مش وهم قلتي قلت مش وهم؟ طب قولي يا بركه بقى عشان خاطري عشان خاطري قولي يا بركه بقى لكي يطمئن قلبي مش وهم مش وهم مش وهم يا داليا مش وهم ايه اغنيها لك ولا اصرخ وعلي الحس عشان الناس كلها تسمعني بس يا بنت كده هتودينا في مصيبه المصيبة هتحصل لو فضلت قاعدة هنا، لو فضلت في دين جابر الكومي وعاطف حجازي فعلا هتحصل لي مصيبة. طب ممكن افهم ايه اللي حصل؟ من حق افهم ايه اللي حصل؟ يا بنتي انتي ما بتفهميش. عيد كم مرة بدل في مالطا انا حاسة وعارفة ان هما محضرين لي مصيبة، لو قعدت هنا وهي مش هيحصل لي كويس، والاحساس اللي عندي ده مؤكد مش وهم. طب ممكن اعرف ايه اللي خلى الاحساس المنيل ده يجيلك؟ دافينشي. دافينشي 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 وهفضل اقول كده على طول يا ربي يعني مفيش فايده لا مفيش فايده وانا عايزه امشي حالا وانت لو عايزه تقعدي بقى تعملي حوارات مع الناس العظيمه اللي هنا اقعد براحتك يا جميل هتوافق يا دكتور هتوافق انا اعمل لها مزايا ماديه وقانونيه ما خدهاش اكبر مستشار قانوني في شركاتي يا اخي ده انا نفسي ما شفتش العز ده كله طول فتره شغلي معاك يعني. يا باشا انا عارف ان العرض خيالي وما يتفوتش بس اعمل ايه؟ كارما انسانه غبيه ما تعرفش يعني ايه قيمه الفلوس ما تعرفش يعني ايه قيمه المركز الاجتماعي دي كانت مصممه بكره الصبح تروح لعاطف بيه وتسيب مكتبه وتمشي والله لولا الدكتور شريف ما كانتش جت الحفله اصلا انت بتقول فيها يا باشا انا جبتها الحفله هنا بالعافيه طلعت عيني عشان تيجي برضه بفضل مجهودك انا عن نفسي ما كنتش مصدق حكايه المرض والفيروس اللي جالك والفلوس اللي دفعتها لك تعدي عليها بالسهوله دي كده يعني كارما بتحبك يا دكتور شريف والست لما بتحب راجل بتقبل اي كلام منه حتى لو عارفه انه كله كذب عشان كده انا رهنت عليك وكسبتني الجوله الاولانيه في الرهان يا ترى بقى هتكسبني الجوله الثانيه ولا هتصغرني جابر باشا واضح ان سعادتك ناسي حاجه مهمه قوي انا لو كسبت حضرتك الرهان ده انا اللي هصغر قدام نفسي قوي تصغر ايه الكلام ده هتخضنا ليه واحنا لا سمح الله طالبين منك تبيع لنا خطيبتك ولا حاجه ده شغل يا باشا عاطف باشا ما عشان شغل انا اللي حظهر قدام نفسي يا جماعه سامحوني انا راجل وطبيعي احس الاحساس ده اللي هو ايه احساسي ايه مش فاهم انا ما ينفعش ان خطيبتي تشتغل مستشار قانوني لاكبر رجل اعمال في البلد وانا يا دوبك دكتور في مستشفى حكومي تعبان قوي يا راجل حرام عليك خضتني ما انت متخيل ان انا يرضيني انه العريس يقعد على كرسي اقل من عروسته لا لا يا باشا انا مش قصدي حاجه بص 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 يا دكتور من الاخر كده انت هات لي امضه كارما على عقد الليله دي وخد قصادها اشيك كرسي مستشفيات جابر الكومي ايه رايك الله عليك يا شريف وعلى تخطيطك الجامد قوي بس هتتلعب معاك ازاي اللعبه دي يا كارما بس دافينشي هو مفيش غيره حبيبي يا دافينشي دافينشي؟ دافينشي مين حضرتك؟ أنا مش واخدة بالي سوري خدتنا حالة التعارف بس غصب عني سمعتك وشفتك بتشاوري على اللوحة بتاعتي وبتقولي دافينشي يمكن لما كنت بتكلم مع داليا بقول لها انا مش مصدقه قد ايه اللوحه عظيمه حقيقي ما تقلش ابدا عن لوحات ليوناردو دافينشي ويمكن اكتر والله دافينشي كان قاعد الموناليزا قدامه انما حضرتك ابدعت في اللوحه وجمالها بصوره من غلاف مجله والله مش كده يا كارما الحقيقه دي مبالغه في التقدير بتاعي بس دافينشي ده كان حاله ابداعيه في التاريخ ما تتكررش انا الحقيقه بعتبر نفسي دخلت التاريخ بعد ما حضرتك عملت لي اللوحه دي
لباقة مذهلة. صحيح الصحافة صدقت لما قالت عليك ساحرة القانون. على فكرة أنا اللي كتبت المنشد ده. هايل هايل. يعني أستحق بقى حوار شخصي مع حضرتك؟ آه طبعا. حوار إيه بقى؟ تسمحي لي بقى أنا اللي هعمل الحوار ده. هو أنت مش كنت عايزة تمشي من شوية؟ كنت بس دلوقتي مش همشي. تسمح لي بقى عندي شوية أسئلة مهمة قوي لحضرتك ممكن؟ يا حبيبتي ومحترف إيه بس؟ ده بدل ما تفرحي. يا بابا حاول تفهمني، أنا عارفة إن أنا تعينت في المستشفى العظيمة دي بواسطة من حضرتك وما عنديش مشكلة. قلت ماشي، مسيرهم في يوم من الأيام هيعرفوا إن أنا فعلا أستحق المكانة دي. طب وفين المشكلة بقى؟ المشكلة إن أنا ما بقاليش 6 شهور وبقيت رئيسة قسم النساء وزودوني مرتبي الضعف. ودي حاجة وحشة يا سمورة. لا حاجة تخوف يا بابا، أنا كده اتأكدت إن الناس دي بتجاملني عشانك مش عشان شطارة ولا مجهود ولا أي حاجة. صبر حبيبتي عشان خاطر بابا ما تعقديش الأمور. الأستاذ عاطف حجازي أيوه اللي كان وسطتك في المستشفى كلمني امبارح وقال لي إن هم هيعملوا لك مكافأة حلوة قوي، ترقية مكافأة مش عارف. ترقية على إيه؟ ده أنا من ساعة ما اشتغلت ما عملتش غير هم 3 عمليات كحت والباقي كله كشوفات. سمر الله، هو أنت شغالة في مستوصف يا بنتي؟ أنت شغالة في مستشفى كبيرة 5 نجوم فيها نخبة من الدكاترة. أمال؟ عارفة يا بابا والله عارفة ومقدرة وبحمد ربنا. يبقى كان لازم تعرفي حبيبتي الناس دي مش زي الحكومة هتركنك 6 سنين. لا الناس دي بتقيمك من أول لمسة، من أول ضربة بشرط طبعا. طب بقول لك يا سمر، أنا معايا تليفون بيزن بقاله 6 ساعات. عايز أرد عليه وأرجع لك تاني حبيبتي. يلا لا إله إلا الله، مع السلامة. أنا مش مستوعبة المعنى ده أبدا. أنا متأكدة إن هم مشغلين التحصيل حاصل عشان خاطر سيادة اللواء. مبروك يا باشا، على فكرة مش أي حد بيوصل للبوزيشن ده بسهولة كده في مستشفى الأمل. يا سعادة الباشا تسلم لي، ربنا يبارك لي فيك. معلش أنا متأسف إن أنا اتأخرت عليك. صبر دوشان يا سيدي من ساعة ما عرفت الخبر. حقها يا باشا، خليها تفرح، دي تلاقيها هتتجنن بالفرح. طبعا إلا طير بالفرح، دي كمان هتتجنن وتقابل حضرتك عشان تشكرك والله. لا 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 لا، أنا عايز الشكر من أبوها شخصيا، من سيادة اللواء. يا سعادة الباشا الشكر موصول، جاهزين لرد الجميل. هو ده الكلام. صحيح إحنا بنتعامل مع بعض بقالنا 5 سنين وعمرك ما قصرت رقبتي في أي طلب طلبته منك، بس المرة دي الطلب غالي قوي واللعب تقيل. ما يغلاش عليك يا سعادة الباشا، بكرة بالكتير أدي لك الأوكي. لا 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 يا باشا، بكرة إيه؟ ما ينفعش الكلام ده. ده جابر بيه هيمضي معاها النهاردة العقد، وأنا ما أقدرش أجازف في خطوة زي دي إلا والورق في جيبي. أعتبره حصل يا سعادة الباشا، قبل ما الحفلة تخلص هتلاقي رسالة مكتوب فيها تمام. ألف سلامة يا فندم، تحياتي. إيه الصدف العجيبة دي؟ كلاكيت تاني مرة، كارما سليم بقى يطلب شغل باسمك من عاطف حجازي واحنا لسه مخلصين له عيد عدنان. الله. ماشي. القفص؟ ماله القفص؟ القفص فاضي يا فندم، ما فيهوش متهم. طب ما لازم يبقى فاضي. أيوة أنا عايزة أفهم المعنى اللي حضرتك تقصده. المعنى؟ برافو برافو يا أستاذة، برافو. حقيقة تركيزك في التفاصيل بالعمق ده بيأكد لي إنك فنانة عندك ذوق فني راقي ممتاز الحقيقة. ميرسي قوي يا فندم، ميرسي. بس أنا برضو عايزة أعرف حضرتك تقصد إيه بالظبط؟ المقصود ولا حاجة. ولا حاجة؟ سوري، يعني مش قصدي يعني ملوش معنى، لا المعنى هنا شمولي. ملوش أي خصوصية. يعني عايز أقول لحضرتك يعني المحامية هنا بتهتم جدا بمضمون العدالة بغض النظر عن الشكل والتفاصيل يعني. لا ده موضوع كبير فعلا. طب الساعه
الساعة دلوقتي يعني حضرتك، أنا أقصد اللوحة، اللوحة الساعة اللي في اللوحة. أيوه اللي في إيدي. مالها؟ الساعة دي رجالي يعني، مش ساعة حريمي. وهي أيوه هي ساعة رجالي طبعاً. دي لأنك الساعة دي قصدي يعني المحامية بطلة اللوحة. هنا بتكون بتركز على القوة اللي هي بتضيفها لنفسها زائد الشجاعة المهنية اللي تخلت بيها عن أنوثتها. الساعة رجالي تخلت بيها عن أنوثتها وهي مسيبة شعرها؟ دي واضحة جداً جداً، دي لمسة تناقض عشان تأكد الصراع اللي موجود جواكي ما بين الطبيعة البشرية والواجب المهني. كارما ثانية واحدة. أنا بشكر حضرتك جدا. معلش عن إذنكم. اتفضلي. اعملي حوار عظيم. اتفضلي. شكرا جدا. إيه يا شريف أنت كنت فين؟ مختفي كده ليه؟ هقول لي كل حاجة، هقول لي كل حاجة. أنا عرفت مصيبة يا كارما. مصيبة إيه؟ في إيه؟ تعالي بس اقعدي، تعالي اقعدي وأنا أقول لك على كل حاجة. تعالي. خلصت كارما وراح الحلم اللي معاها. يا ترى بقى المقاولة الجديدة على إيه يا فريد باشا؟ يا مترو قلت لك ما تقلقش، انا عمري وعدتك قبل كده وخذلتك؟ امال ايه بقى؟ عارف وسمعتها 5 مرات ان الوقت المره دي اهم من التنفيذ. ايوه سعاده الباشا. ايوه ما تقلقش بقى، صدقني المره دي. ايوه واشوف حالك انت وسيبني بقى اشوف شغلي. طب يلا تحياتي، تحيا السلام للولاد، مع الف سلام، مع السلام. سعادة الباشا عملت ايه تاني طيب؟ عبقري بجد حضرتك. ما سعادتك الواحد ما بيفهمش سعادتك يعني بحورك بيه. حضرتك تقصد اللي في دماغك؟ لا والله. نتيجة امتحانك في أهم لوحة رسمتها من ساعة ما شفت خلقتك. وهي شافتها الأستاذة كارما؟ أيوه. عجبتها؟ عجبتها؟ عجبتها دي كلمة تافهة قوي. قول هوستها، جننتها، لحست مخها. سلام. لما دي ذوقها تعبان قوي. نعم؟ فرحان يا باشا بعد إذنك، فرحان. الفرحة بتنكش كده جوايا، عايزة أهزر، أهبل، أفجر رمانة الكابتن اللي جوايا. أنا كمان فرحان جدا. جدا. عارف فرحان ليه؟ درجة الامتياز اللي اديتها لك الأستاذة كارما في اللوحة دي حققت لي حلمين. الحلم الأولاني حلمي في الدكتوراه، الحلم التاني حلمك في الحرية. الحرية؟ حلم بتتكلم بجد؟ الحرية يعني الأستاذة فعلا آمنت بيا وهتتبنى القضية بتاعتي؟ اشرب يا دافنشي، اشرب. ارو عطش 15 سنة جري الدم في عروقك. صدق يعني كل اللي حلمت بيه ده حقيقي مش خيال؟ مش خيال ازاي؟ يا اخي قول بقى، وقعت قلبي. وطي صوتك، مش جايبك عشان تقولي سر تقومي تفضحينا. خلاص اهو قولي بقى، عرفت ايه عن دافنشي؟ للأسف يا كارما كلامي كله طلع صح واحنا اللي طلعنا غلط.
شبح دافنشي اللي بيظهر لك ده حقيقه مؤكده، حقيقه مؤكده ما يعرفش السر فيها غير عاطف حجازي وجابر الكومي. وانت عرفت الكلام ده ازاي؟ ده اللي خلاني اختفي عنك من ساعه ما فتحوا البوفيه. يا ستي مش مشكله، قول لي بقى طلعت روحي. وانا واقف بره سمعت كلام كده وحد بيقول دافنشي، ببص لقيت اللي بيتكلم عاطف حجازي وجابر الكومي. قربت منهم عشان اسمع بيقولوا ايه، وسمعت المصيبه يا كرمه. مصيبه ايه يا اخي؟ طلعت روحي، قول بقى. دافنشي اتقتل. اتقتل؟ بس وطي صوتك، وطي صوتك وقعدي، اقعدي تفضحينا. خلاص. ايوه اتقتل، و اتقتل في نفس الفيلا اللي اداها لي جابر الكومي. ده اللي خلاه يضحي بفيلا زي دي واداها لك مقابل اتعابك في القضيه. يعني الكلام اللي قالته خالته سعاد مظبوط؟ يعني تقريبا بنسبه 90% صح. اللي فهمته من الكلام ان الشبح بتاع دافنشي اللي كان بيطارد جابر الكومي خلاص ما بقاش يطلع له من يوم ما اداك الفيلا دي. من يوم ما اداك الفيلا والشبح ده خلاص اختفى من عنده. المعنى ده ممكن يؤكد ان جابر الكومي هو اللي قتله. لا انا ما سمعتش كلام بياكد المعلومه دي، بس الحكايه كلها سرها عند جابر الكومي وعاطف حجازي. المصيبه بقى في اللي جايه يا كرمه. قول يا شريف، ده انت عملت لي معجزه النهارده. قول. انت فاكره الساعي اللي انت حبستيه في المكتب وقعدتي تقولي قدامه دافنشي دافنشي؟ اه. ساعتها جابر الكومي اتاكد ان شبح دافنشي ده بيظهر لك فعلا، ومن يوميها هو مرعوب، خايف العلاقه بينك وبين الشبح ده تتطور وتعرفي القصه كلها. صح يا شريف، وده كمان اللي بيؤكد وبيدي المبرر المعامله الاوفر اللي هو بيعملها دي، حفله وتكريم ولوحه. ايوه، ويدفع لي مصاريف علاجي وانا بره. موال كبير. مش معقول. المصيبه بقى في اللي جايه يا كرمة. ايه تاني؟ قول. وانا واقف جنبهم لقيت جابر الكومي بيقول لعاطف حجازي جهز عقد الكرمة عشان هشغلها عندي مستشار قانوني لكل شركاتي. عقد ليا انا؟ ايوه، ومرتب خيالي. عايز اثبتك طبعا. عايز اضمن ولائك. انت لما هتشتغلي عنده مستشار قانوني لكل شركاته لا يمكن هتخونيه ولا هتضريه، حتى لو عرفت انه هو اللي قتل دافنشي. يا ولاد الابلسه. هما فعلا ابلسه. احنا وقعنا في عصابه يا كرمه. بس انا مش قادر اسامح نفسي. انا السبب في كل ده. انا اللي خليتك تمسكي القضيه بتاعت ابن جابر الكومي ده. وانا اللي خليتك تيجي لحد هنا برجليكي. مش عارف اعمل ايه يا كرمه، مش قادر اسامح نفسي. ما تبقاش حاسس كده وما تقلقش عليا، ما تخافش. انا عارف ان شريف ده تعلب يا عاطف، وبصمت له بالعشره لما جابها لحد هنا وهي كانت ناويه تخلع بالكل. لا، وبنمره صايعه صايعه الحقيقه. لا، هي نمره عاديه بتوفي بالغرض يعني. يعني ايه يا باشا؟ مش فاهم. يعني الموضوع بسيط، مش محتاج اي تضحيه يعني. تعالي الحفله، خدي هديتك وخلاص على كده. انما بقى ان اقنعها بعد 10 سنين مع ناس هي قلقانه منهم ومش عايزاهم اصلا، هات لي بس حجه يخليها تقبل ديل زي ده. هتقبل يا باشا، هتقبل. ولا بتاخروا مع بعض قوي كده يبقى هتقبل. اصبر انت بس وسيب العيش لخبازه، هيجي لك مستوي ويمكن مفقع كمان. ولو وافقت يا عاطف يبقى كبرنا يا باشا، ولا انت عاوز حاجه غير كده؟ أنا عايز الأمان. أنت مش شايف إن الست هانم رجعت لعادتها القديمة؟ إيش ضمني بقى إن هي بعد ما تمضي وتطلع على كل مستنداتي وورقي ما تفتحش عليا نار جهنم؟ تصور صح فعلا. نعم؟ أنت بتمني على كلامي يا عاطف؟ إزاي أصلاً إحنا ما خدناش بالنا من ثغرة زي دي؟ معلش يا باشا، الثغرة دي فاتت على سعادتك، لكن ما تفوتش على عاطف حجازي. ايه الكلام ده؟ انا مش فاهم حاجه يعني. يا باشا، وانا مش من ساعه كده كنت بعمل مكالمه طويله وسعادتك اتنرفزت عليا وقلت لي بلاش تليفوناتي يا عاطف وركز معايا. المكالمه دي اكبر دليل ان مركز مع سعادتك اكتر ما انت مركز مع نفسك. يا عاطف انا مش حمل الغازك، اتكلم بليز. بكره الصبح هيكون في جيبك 5 مستندات رسميه ما تخرش الميه. وبتقول ايه المستندات دي؟ بتقول ان كرمة سليم عبد القادر جاسوسة مدنية بتشتغل لصالح مؤسسة ماسونية كبيرة جدا في نيوجيرسي. جاسوسة؟ جاسوسة ازاي يا فندم؟ مش حضرتك قلت انها هتدافع عني؟ يا ابني ركز شوية. هو ده الفصل الثاني لامتحانك يا فنان. امتحان انا؟
طبعا. الله، مش احنا اتفقنا ان احنا عاوزين نشوف قدرتك على العمل الاجرامي بنفس ابداعاتك الفنيه؟ ايوه يا فندم، بس يعني بس ايه؟ اقعد يا تنشي، اقعد اقعد. الله، ابداعك الفني وخلاص، خد 10/10 في اللوحه اللي رسمتها. نايس بقى انك تثبت شطارتك في تزوير اوراق رسميه. ايوه سعاده الباشا، يعني نزور ماشي، بطاقه، كارنيه، جواز سفر، بس مش ورق يودي لحبل المشنقه. مشنقه يا اهبل انت، قلت لك ده جزء من الدراسه، وبعدين الورقه هتاخده في ايديها، وهي اللي طالباه. هي اللي طالبه؟ ايوه، صممت ان الورق كله يبقى باسمها، يعني عشان ما يبقاش فيه احراز قديمه من الداخليه. بس وادي يا سيدي كمان الملف بتاعها، في صورها واسمها وبصمه ايديها، وفي كمان شويه نماذج من الورق المطلوب. ورقه جواز عرفي بين كارما سليم وشاكر عثمان الجاسوس اللي اتقتل من 10 سنين، ومذكرة تفصيلية لاجتماع منظمة بيس ميكر الماسونية في نيو جيرسي بتشرح فكرة اقتراح التعاون مع كارما سليم كبديل عن شاكر عثمان، وخصوصا مع صعوبة الشك في محامية مريضة خارجة من مصحة نفسية، وسي في كامل بصورة كارما وتاريخ حياتها مسجل في البريد الدولي ومبعوث لمقر المنظمة في جنيف، وثلاث كشوف مالية بالمبالغ اللي خدتها كارما من المندوب بتاعهم، ومعاهم إيصالات استلام نقدية بتوقيعها الشخصي. خبر اسود ومنيل. يخرب بيت دماغك يا عطف، ايه الشغل العبقري ده؟ والله يا باشا العبقرية موجودة، انت بس اللي نسيت عطف حجازي وجريت ورا العصفورة الجديدة ذات العقلية اللاوزعية. عيب عليك يا عاطف، انت برضو الخير والبركة. بس قولي، الراجل اللي هيضرب لنا الورق العظيم ده هو نفسه العفريت اللي عمل لنا الشغل بتاع المرة اللي فاتت؟ طبعا، هو انا استأمن غيره يا باشا؟ ده فلتة ما جاتش في تاريخ الإنسانية. بقولك ايه، ما تكمل بقى جميلك وتعرفني على الشيطان ده، ساكن فين، بيعمل ايه، ظروفه ايه كده؟ لا لا يا برنس، لا 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 لا، انا وسعادتك عملنا اتفاق وسعادتك بصمت عليه، مش كده؟ وبعدين انا واخد عهد على نفسي قدام الراجل ان انا ما اجيبش سيرته المخلوق غيري. طب افرض حصل لك اي حاجه لا قدر الله، يعني وانا مثلا اتزنقت له في مصلحه، اعمل ايه؟ يموت يا باشا، يموت. لو انا مت يموت بعدي بدقيقه ويدفن سره معاه، وكان الله بالسر عليما. اموت؟ وانا اصلا عايش عشان اخاف من الموت؟ كنت ادفنش، كنت ميت فعلا لغايه ما جاتلك الفرصه دي من السماء عشان تطلع من قبرك تعيش في الدنيا زي كل الناس، تشوف النور. هي دي هتفنشي، هي دي بس فرصتك الوحيدة عشان تحقق حلمك وحلمي. بص لي كده ليه؟ انت فاكرني بشتغلك يالا ولا بكدب عليك؟ دقق في عين عدوك إذا وعدت. هناك نقطة عميقة في عين الكاذب لا تملك ابدا القدره على الكذب. طب ما بطلتش تبص لي كده هغزق لك عينيك. ايه ده، انا كنت ببص لسعادتك؟ لا كنت ببص لخيالي. لا فاكر بخيالي انا اخويا؟ قصدي يعني انا سرحت بخيالي في اللي حضرتك قلته، في الحلم الكبير، اخرج اعيش اشوف الدنيا. والله طب عظيم، يبقى احنا متفقين. طالما عقلك رجع لك كده، جهز ادواتك يا بطل واجري على ورشتك، مفيش وقت، اغتنم الفرصة. تاني برضه اغتنم الفرصة. اغتنم الفرصة.
هقدر. سوري ما سمعتش كويس، انت قلت ايه؟ بالراحة بس يا فندم، هشرح لحضرتك. الورق ده صعب قوي قوي بصراحة كده، يفوق إمكانياتي. معلش يا فندم، هو ورق عظيم صعب كده يعني، كله علامات مائية وأختام نادرة وشفرات مسجلة في البريد الدولي. تخش في عيب بيض، ده استعبط عليا ولا ايه؟ ده انت ضارب 3 فيز لبنك سويسري وشهادات أجنبية ورخص، ها؟ أصعب من دوت مليون مرة يا فندم. مش أصعب ولا حاجة، مش أصعب والله، والله ما أصعب. بص حضرتك، بص مثلا الكود ده، الكود بص عامل ازاي؟ بص حضرتك الأول، أوعى تفتكر إن صبري عليك الشهر ونص وأنت بترسم اللوحة بتاعت كارما هيتكرر تاني. يا فندم ما أنا عشان رسمتها شهر ونص برسمها بإيدي مش قادر عليها. نعم مش قادر ليه إن شاء الله؟ سعادتك الشهر ونص ده ما كنتش برسمها بإيدي بس، حضرتك أنا عشتها، أنا كأني حسيت بيها وكأني أعرفها من 20 سنة. مش فاكر حضرتك الموضوع بتاع الحمامية والتوحد خدت عليها طريحة؟ هو ده، كأني أعرفها من 20 سنة يا أخي. ما تعيشها ولا تحسها ولا حتى تجوزها عرفي، إيه دخل الهبل اللي أنت بتقوله باللي أنا طالبه منك ده؟ ما أنا بصراحة مش مصدق إنها غبية أوي للدرجة دي، هتلبس نفسها في 60 مصيبة عشان تدافع عن واحد هي ما تعرفوش. لا موافقة يا جابر بيه. موافقة؟ يعني مالكيش أي ملاحظات على البنود أو على الصياغة؟ لا طبعًا في ملاحظات، بس برضو مفيش محامي يرفض إن هو يكون المستشار القانوني لجابر بيه. يا أستاذة كارما، شرف كبير ليا. تشاوري لي بس على أي بند في العقد مش عاجبك وأنا هشيل فورًا. أستاذ جابر، قبل ما نتكلم في أي تفاصيل في العقد يعني، اسمح لي آخد كارما بره أقول لها كلمتين كده ونرجع على طول. اتفضل براحتك يا دكتور. تعالي معايا، ثانية واحدة. عن إذنك. اتفضلي. عايزين المجنون ده. مجنون ايه يا باشا؟ ده أخبث تعبان شفته في حياتي. لا يا كرمة، لا أنا مش موافق على اللي بيحصل ده. لا يعني لا تاني يا شريف، مش شرحت لك وجهة نظري وفهمتك؟ وجهة نظرك ايه وبتاع ايه؟ تقلي ربطك بناس زي دول، دول عصابة محدش عارف يفكروا في ايه ولا ايه اللي وراهم. يا شريف ما تقلقش عليا، أنا هعرف أحمي نفسي كويس وهعرف أخلي العقد لصالحي واخرج من عندهم وقت ما انا عايزه وبدون اي خسائر. وليه ده كله؟ ليه تربطي نفسك بناس زي دي؟ ضميرك يسمح لك ازاي انك تشتغلي معاهم اصلا؟ ضميري هو اللي مخليني اشتغل معاهم عشان هم دول الناس اللي هيحلوا لي لغز دافينشي واعرف ايه حكايته بالظبط. ايه دي دافينشي؟ دافينشي ايه بس يا كارما؟ ابوس ايدك افهمي، دافينشي ده خلاص بقى ماضي، دافينشي مات وانتهى. بس روحه موجوده وبتستنجد بيا انا، ودي قضيتي اللي انا مش هتخلى عنها حتى لو حلها في نار جهنم. ودع أصدقائك يا فيلسوف سعد. نعم يا باشا. هي دي كل كراكيبه ولا يكون مخبي حاجة في الصندرة؟ لا تمام سعادتك، مفيش حاجة تاني. هات الزرع ده كمان عشان نحرقه معاهم. يا باشا زرع ايه اللي هيتهري ده بعد إذن سعادتك؟ ده روح برضه يعني ما جاتش على الزرع. انت تخرس خالص. ايه ده؟ تمثال؟ ده انت ضايع. تمثال؟ هاته يا سعد. لا باشا 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 بعد اذنك بعد اذنك، بلاش تمثال بلاش تمثال. سعادتك احرق الزنزانه كلها وقعدني على خرابها، بس ارجوك ابوس رجلك بلاش تمثال. تخدعني يا دافنشي، بقالك شهر ونص عمال تقول لي الالهام مش جاي لك وانت قاعد بتعمل تمثال. طب ايه رايك هولعهولك قدامك دلوقتي، هو وكل الحاجه دي. سعد باشا بعد اذنك لو سمحت، فين الورق اللي مع سعادتك؟ انا هخلصهولك دلوقتي. على بركه الله، نبعت نعدل الورق ونشرب حاجه بقى في ساحه المناسبه العظيمه دي على ما تيجي النسخ الجديده. اوكي مبروك. ميرسي. يا رمز تعالى لي فورا وهات عبير معاك عشان في حاجات هتكتبها وتطبعها فورا. ها ورقك، ادواتك، سجايرك، البورد بتاعك.
تؤمر بأي حاجة تانية يا فنان؟ بعد إذن سعادتك، طيب لو فيها رزالة تفرج عن القتيل. قتيل إيه يا ابني؟ البن بتاع سعادتك المخصوص اللي محدش بيدوق منه ولا ضيوف حضرتك. بس كده عينيا، اطلع بس وابعت لك البن مع سعادتك. مش بس كده سعد. ايوه باش، هات له حبيبه القلب هنا قدامه عشان تجيب له الالهام. حبيبه القلب مين سعادتك؟ الصنم اللي عندك اللي بيعبده. انا كده فهمت. اشهل يا ابو السعود عشان الالهام. ايوه هنا. انا مش محتاج اتكلم تاني في الموضوع ده، بس هقولها لك لاخر مره عشان تشتغل وانت ضميرك مرتاح. الورق اللي بتعمله ده بتعمله عشان مصلحتي ومصلحتك ومصلحة الحتة اللي انت بتحبها. اشتغل يا حبيبي، اشتغل، ربنا يهديك. سبوه تعالوا معايا. وانت كمان ايه الغباء اللي انت فيه ده؟ في حد في الدنيا هيسلم رقبته لوحش زي ده؟ انت اللي عملتيه ده؟ بتعمليه كده ليه؟ صدقني ده عشانك. ومين قالك بس ان ده هيساعدني؟ ما قدمناش فرصة أحسن من كده. احنا لازم ندخل جحر التعبان اللي قتلك عشان أعرف عنك كل حاجة. ومين قالك بقى ان التعبان ده مش هيلدعك بقرصة موت قبل حتى ما توصلي له؟ يا سيدي شغلتي بقى، هتتدخل كمان في شغلي؟ يا ماما بلاش جنان، انت تفهمي بشغلك، لكن انا اللي عارف التعبين دي وطبعها. خلاص يا سيدي، لما يبقى يلدعني واجي عندك يبقى اشمت فيا وطلع لي لسانك. كارما بلاش لعبه عيال، حياتك ومستقبلك مش هزار. يا سيدي انا عيلة وشبطانة ومش هسيب اللعبة دي بقى خالص. عقل يا كرم. مش هعقل، وهمضي يعني همضي، خلاص؟ انت حر. بس افتكري ان انا حاولت احذرك اكتر من مره. انت حر. وادي يا ستي كمان توقيعك الكريم. وانا كده خلصت ضميري منك. عملتها يا دافينشي.